الاختيارات دي ما تفكرش، يعني دي ورقة فيها الاختيارات كلها حاجة ما انت جايب لي الاسامي دي انا ما تفكرش. ماشي اختار. ماشي ماشي، أمينة خليل ولا ريم مصطفى؟ هي اسم أمينة خليل. صبا مبارك ولا طارق عماد؟ لا مش عارف الاتنين بس ماشي. طارق عماد. ويزو ولا الريزو؟ ويزو. اندي رستم ولا سعد حسني؟ سعد حسني. جنش ولا ويجز؟ جنش. سعد سمير ولا اسماعيل ياسين؟ سعد سمير. بيضحكك اكتر من اسماعيل ياسين؟ مفيش موقف معاه تحكي؟ لا حاجات بقى خليها بقى من لا واحد بس، واحد من اللي ينفع يتحكي. انا والله مش فاكر، انا بس انا هحاول اجمع. جمع كده واحد بسرعه والله، واحنا بنقول تفكر فيه. واحنا بنقول اصل في موقف بس مش قول. قول الموقف. قول. كنا في لا كنا في التسخين موقف كده، كنت انا وهو تقريبا مش بادئين، فانا كنت اسخن انا وهو، فانا بسخن جامد فبيقول لي فاهم عبد السلام انت نسيت انك مش بادئ ولا ايه؟ علي ماهر ولا حسام حسن؟ لا علي، علي ماهر. بنت الجيران ولا ناس مني ومن دمي؟ بنت الجيران. ادينا حته بنت الجيران. لا مش حافظ والله، حته صغيره والله ما حافظ. ايوه سكر محلي محطوط على كريمه. بنقولها ازاي دي؟ انا مش حافظ. غني هي الكلمه جايه لوحدها. لا غني كوبلي منها. مش حافظ هتغني. والله هتغني. انت مش مصدق ان انا مش حافظ اغاني؟ قولوا لي. طب وانا اقول انا سكر محلي محطوط على كريمه. سكر محلي محطوط على كريمه. كمل بقى. والله ما فاكر. محمود علاء ولا احمد فهمي مين فيهم وسيم؟ محمود علاء. اوصل من احمد فهمي. ماشي. عبد الغني ولا عبد الباسط حمود؟ انت هتروح النار على فكره. عبد الغني. صوت احلى من عبد الباسط. صوت لا عبد الباسط طبعا. اصحابي بقى ما ينفعش اختار حد غيره. محمود الونش ولا عربيه الونش؟ محمود الونش طبعا. غادة عادل ولا ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز. رضا البحراوي ولا احمد فتوح؟ كغنى ولا كوره؟ كغنى. كغنى رضا البحراوي. تحب رضا انت؟ طب ادينا حته بقى رضا دي مش هسيبها والله. ما لا حافظ لرضا. والله كنت العظيم مولعها في الفرح مع رضا. بس ما بحفظش والله اغاني. والله ما حافظ. ما زائد ان الصوت ده ما ينفعش يغني. لا عادي ما انت والله مش هسيبك غير لما تغني. والله ما قول لي. طب كوب ليه كده كامل وانا اغني. ناس مني ومن دمي. ناس مني ومن دمي. كمل بقى. حدش فيهم شال همي. حدش فيهم شال همي. مش اوحش من صوتي. لا. حسام حسن ولا ابراهيم حسن؟ ضحنا انت بالاغاني دي. حسام حسن ولا ابراهيم حسن؟ وقفت كتير. اختيارات سريعه. هو الاثنين الاثنين انا معايا الاثنين ما فيش مشكله. محمد رمضان ولا سليمان عيد؟ محمد رمضان. عمار حمدي ولا وجبه دينار بوكس؟ هو عمار بيحب الاكل فهاخد الاثنين. عشان مش ينفع اخد الواحده هيزعل. لا هو مش كومبو. هو هيزعل عشان يبقى عايز ياكل. ما انا اخده اجيب له اكل بالمره. بياكل كتير قوي. من اجل زيكو ولا صلاح ريكو؟ من اجل زيكو. اختياراتك دمرت حياتك؟ لا مفيش اختيار دمر حياتك كده. لا خالص الحمد لله. كل اختياراتك راضي عنها الحمد لله.